بسم الله الرحمن الرحيم. بنحل مثال ثلاثة على المرايا المحدبة. المثال محلول في الكتاب، بنحله مرة ثانية. إذن في عندي هذا المثال يقول أنه تستخدم مرآة محدبة بعدها البؤري سالب نص متر. إذن لاحظ السالب هنا، هذا يعني أنها محدبة، هذا يعني أنه محدبة بعدها البؤري بالسالب من أجل الأمن في المستودعات. فإذا كان هناك رافعة شوكية طولها 2 متر على بعد 5 متر من المرآة، فما بعد الصورة المتكونة وما طولها؟ إذا بنكتب معطيات المسألة. المرآة محدبة معناته بعدها البؤري سالب، وبعدها البؤري أعطانا وقال إنه سالب نص، فنكتبه سالب 50 من 100 متر. أيضا وضع أمامها الرافعة طولها، هذا طول الجسم، الرافعة هي تمثل الجسم. إذا طول الجسم 2 متر، وأيضا على بعد الرافعة عن المرآة نص أو 50 متر، 5 متر، 5 أمتار. أيضا المطلوب هنا هو طول الصورة، وأيضا بعد الصورة عن المرآة. إذن عندنا القانونين، قانون المرايا أو معادلة المرايا، وعندنا قانون التكبير، كلهم مطلوبين هنا، ونستخدمهم عشان نوجد هذه المعطيات. فبعد الصورة نستخدم القانون اللي هو مقلوب البعد البؤري يساوي مقلوب بعد الجسم زائدا مقلوب بعد الصورة. البعد البؤري يساوي سالب نص متر، هذا يساوي بعد الجسم اللي هو 5 أمتار زائدا 1 على دي آي. كسور عادية، نأخذ هذا ننقل الطرف الثاني. إذن سالب نص متر اللي هو هذا، بعدين ننقل الطرف هذا الطرف الثاني بيصير سالب أيضا 5، بعدين هذا يساوي 1 على دي آي. في الكسور عشان نطرح هذا الكسرين نوحد المقامات، فعشان نوحد المقامات نضرب الرقمين اللي تحت في بعض، نص في 5، نص في 5 يعطيني 2.5. بعدين النص، الخمسة تنضرب هنا والنص ينضرب هنا، فيصير 5 وهنا سالب، معناته سالب 5. بعدين الإشارة سالب هنا هي نفسها، بعدين نص في 1 بيساوي نص أو 50 من 100، هذا يساوي 1 على دي آي اللي هو مقلوب الصورة. سالب نص، سالب 5 وسالب نص معناته سالب 5.5. إذن سالب 55 من 100 على 2.5، هذا يساوي 1 على دي آي. إذا نبغى الدي آي نقلب الطرف الأيمن، مدام قلبنا الطرف الأيمن نقلب الطرف الأيسر، فيصير 2.5 أو سالب 2.5 على 5.5. نقدر نحط هنا 50 من 100 عشان تصير ثلاثة أرقام معنوية. إذا هذا يساوي دي آي اللي هو بعد الصورة. في الآلة الحاسبة بتطلع معي سالب 2.5 مقسوما على 5.5، هذا يساوي سالب 45 من 100 أو 46 من 100. إذا الدي آي يساوي 46 من 100 متر الآن بالأمتار. إذا هذا هو بعد الصورة عن المرآة، والسالب هي معناته بالسالب. إذا الصورة هنا بالسالب معناته الصورة خيالية، فالسالب هنا يدل على أن الصورة خيالية لأنه في سالب هنا. طيب المطلوب الثاني اللي هو طول الصورة، طول الصورة نوجد من قانون التكبير، وقانون التكبير يقول أنه سالب بعد الجسم، بعد الصورة على بعد الجسم يساوي طول الصورة على طول الجسم. أنا أبغى طول الصورة، إذا نتخلص من
طول الجسم فنضرب فيه هنا عشان نتخلص منه، ما دام ضربنا فيه هنا إذا نضرب أيضا فيه هنا، فيصير عندي بعد أو طول الصورة يساوي سالب اللي هو هذا طول طول الجسم في بعد الصورة مقسوما على بعد الجسم. نعوض الآن فيصير هذا يساوي سالب حق القانون طول الجسم اللي هو 2 متر، إذا 2 متر مضروبا في بعد الصورة اللي أوجدنا هنا سالب 46 من 100. فالسالب الآن مع السالب يعطيني موجب، بعد الجسم اللي هو 5 أمتار في الآلة الحاسبة. هذه بتساوي أولا سالب في سالب يصير موجب، بعدين نضرب الأرقام فيصير 2 ضرب 46 من 100 مقسوما على 5، إذا هذا يساوي 184 من 1000. نكتفي بال18 فقط، 3 أرقام معنوية، فهذه تساوي 18 من 100 بالأمتار، إذا هنا متر. إذا نلاحظ أنه طول الصورة أقل بكثير من طول الجسم. أيضا الإشارة هنا إشارة طول الصورة موجب، معناته الصورة معتدلة. واضح هنا أنه طول الصورة أقل من طول الجسم، الجسم 5 أمتار والصورة 18 من 100 من المتر، فالصورة مصغرة. وهذه أصلا بمجرد أني أعرف أن المرآة محدبة مواصفاتها، مواصفات الصورة ثابتة ما تتغير، خيالية مصغرة معتدلة. هذا كل شيء عن هذا المثال، ننتقل إن شاء الله في الفيديو التالي إلى المسائل التدريبية.